المشاهدين الأكارم والمشاهدات الكريمات، تحية طيبة من قناة سوداني 24، ومني أنا إلهام العبيد، وإلى حلقة جديدة من برنامج باك لايت. موضوعات متفرقة تتابعونها، ولكن بعد العناوين. ضريبة جديدة على الأراضي والسيارات، ما القصة؟ وعقار الرحمة فرحة مسفوحة بانتهاء معاناة السرطان. بنكك عطل مفاجئ وخسائر مستعجلة. والطاعون يفاقم أزمة الجثث المتكدسة. الفحم المضغوط ما بين صداقة البيئة والاستفادة من المخلفات. والهولوجرام كيف تشكل الأفكار الواقع. أهلا بكم. على وقع زيادات متسارعة في الضرائب والجبايات، دول ناشطون على منصة فيسبوك منشورا ليلة الأربعاء بفرض رسوم جديدة على السيارات الملاكة والأراضي السكنية. يقول المنشور المتداول: عاجل، قرار جديد على وشك الإعلان والتنفيذ بفرض ضرائب بنسبة 15% على الأراضي السكنية والسيارات الملاكة، يدفع سنوياً في حال عدم السداد. يحق للدولة سحب السيارة وحجز الأرض أو البيت وبيعهم بمزاد علني. صب متداخلون جل غضبهم على القرار المزعوم، ومع ارتفاع مشاهدين وتيرة الضريبة أضحت أخبار الزيادة الجبائية محل تصديق. فريق باك لايت تواصل مع المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية دكتور أحمد الشريف، الذي نفى فرض رسوم من هذا القبيل، وأكد أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة. إلى خبر آخر مشاهدينا، حيث بث منشور جرى تداوله بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي الأمل في إنتاج علاج ناجع وفعال لمرض السرطان، وتلقف المنشور المئات من الناشطين في عديد من البلدان العربية. تفيد تفاصيل المنشور أن طبيبا مصريا يدعى محمد النجار توصل إلى اكتشاف علاج نهائي لمرض السرطان، وأن العروض انهالت على الدكتور من أمريكا وأوروبا، بيد أن المملكة العربية السعودية تبنت إنتاج العقار وأطلقت عليه اسم عقار الرحمة. بتنقيب المشاهدين على محركات البحث المختلفة، وجدنا أن المنشور جرى تداوله للمرة الأولى في أبريل من العام 2007، ومنذ ذلك الوقت توالى نشر المادة المعنية عبر عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. ومن المفارقات مشاهدينا أن سلطات الأمن بالمملكة العربية السعودية ألقت القبض على الطبيب المزعوم في العام 2010 بتهمة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص والترويج لقدرته على علاج السرطان دون اللجوء للعلاج الكيميائي. وطبقا لمرصد جهينة، قال مصدر في وزارة الصحة السعودية حينها أن الوزيرة وجه بالتنسيق مع إمارة منطقة الرياض بإيقاف أحد الوافدين محمد النجار الذي يزور البلاد حاليا بتأشيرة وزيادة بعد ادعائه قدرته على الأمراض السرطانية، حيث يقوم بالكشف على المرضى وإعطائهم محلولا لاستنشاقه كعلاج مستغلا وضعهم الصحي، ومستغلا أيضا حاجتهم للعلاج في استنزاف أموالهم بدون وجه حق وبدون أي فائدة علاجية. وجاء في بيان للوزارة أنها قامت بتحليل عينات من المحلول الذي يقوم المذكور ببيعه، واتضح خلوه من أي مادة تساعد على علاج أمراض السرطان، بل هو عبارة عن مواد طبيعية تستخدم كمحسنات للنكهة والطعم ومعطرة، إلى جانب احتوائه على مواد تسبب التهيج والحساسية للأنف والرئتين إذا تم استنشاقها، إضافة إلى احتوائها على سكر الجلوكوز وبعض الكحول. مما سبق مشاهدين يتضح أن المنشور الخاص بإنتاج علاج للسرطان مزيف في أصله ومضلل من حيث توقيت نشره. إلى خبر آخر مشاهدينا، حيث حذر أطباء شرعيون من تفشي وباء الطاعون في المناطق المحيطة بمشارح ولاية الخرطوم،
وذلك على خلفية تكدس حوالي 3500 جثة. وفي الاثنين الماضي مشاهدينا، بث المجلس الاستشاري لهيئة الطب العدلي خلال مؤتمر صحفي تطمينات بشأن مخاوف من فقدان الثقة في الطب العدلي بالبلاد. يعني هسه الناس المشفقة أننا إحنا ما حنشرح؟ والله حنشرح، سنشرح هذه الجثث بالبروتوكول العالمي، وسنشرح هذه الجثث بالأخلاق الطبية القيمة، وسنشرح هذه الجثث لنبحث عن 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 التي تبحث عن ذويها. اي لن نتركها، احنا ما حنترك جثثنا دي، والله نشتغلها، حنشتغلها جثه جثه. وفي العام الماضي كشف اطباء شرعيون عن عمليات تلاعب في ارقام جثث بمشرحه التميز ودفنها دون التعرف عليها. وقدم 5 من الأطباء حينها استقالاتهم من لجان التشريح المشكلة بواسطة النيابة العامة آنئذ. جاءتنا رسالة من هيئة الطب العدلي أشارت إلى أننا لا نشرح الجثث ولا نقوم بدفنها. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ تراكمت الجثث، تراكمت الجثث إلى أن وصلت إلى 1900 جثة. مشرحة بشاير فقط بها 600 جثة. الجثث الآن بالأرض، وأنا قبل أيام ذكرتها، والله والله لو تكونت لجنة عليا من كل الجهات المختصة ومن كل أعيان هذه البلاد، شرقها وغربها جنوبها وشمالها، وأتوا إلى المشارح، والله سيكون بيت عزاء كبير في كل منزل سوداني، لأن هذه الجثث الآن وصلت مرحلة من المراحل التي يصعب الاستعراض عليها. جثث تحللت، وجثث تفسخت، وجثث تهريت، وجثث تعفنت. ومدير هيئة الطب العدلي كان، يعني أنا إلى 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 هذه اللحظة مدير وزارة الصحة لم يزور المشاكل. وفي مطلع الشهر الجاري أصدر النائب العام خليفة أحمد قراراً بنبش جثمان عضو لجان مقاومة الجريف شريك محمد إسماعيل الشهير بودعكر، الذي وجدت جثته بمشرحة المستشفى الأكاديمي بالخرطوم. وقال بيان للنائب العام إن الغرض من النبش هو اتخاذ قرار نهائي بشأن أسباب الوفاة. وكشفت تقارير عدلية في مايو من العام الماضي عن تضارب في رقم جثة القتيل ودعكر. وأكدت مصادر حينها أن الرقم 103 الممنوح لجثة ودعكر كان مسجلاً باسم جثمان آخر تم دفنه من ذات المشرحة وفي ذات الشهر. وقال تقرير للنيابة العامة أن جثمان القتيل ودعكر يحمل الرقم 356، وهو الرقم الذي تطابق مع جينات الأسرة بوقت تضاربت فيه نتائج التشريح حول أسباب الوفاة. أسرة الشهيد مشاهدينا رفضت بشكل قاطع نبش الجثمان، وقالت أمل إسماعيل وهي شقيقة ودعكر في تسجيل صوتي لباكلايت أن قرار نبش الجثمان لا يتطابق والرقم الممنوح لجثمان شقيقها. جثماننا بيتكلم عن جثمان 103 ونحن جثماننا 356، لحد ما دفناه جثماننا 356، ما عندنا شك في ذلك وما حنقبل بأي نبش يحصل لجثماننا. والحتة دي يعني ما عندنا فيها كلام، هم يشوفوا جثمانه 103 ده محلوين وموضوع شنو، اما جثماننا نحن لحد ما عملنا الدي ان ايه وطابق مع والدتي، فما ما 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 عندنا تاني، ما عندنا اي شك في جثماننا اصلا، من استلمناه ومن لقيناه بملابسه بكل التفاصيل اللي حصلت لحد ما عملنا التقرير التشريح الثاني وعرفنا سبب الوفاه، ولحد ما عملنا الدي ان ايه وده كله ده عكر، ولحد ما دفناه الحمد لله على كل حال، فما عندنا أي استعداد لأي حاجة تعني، ولم نقبل أي نفس الشيء لجثمان حقه. وفي 11 من يوليو من العام الماضي قامت لجنة مكلفة من النيابة العامة بدفن 23 جثمانا في دون استكمال عملية الاستعراف، وعلى الرغم من توصية تقارير شرعية بعدم دفن هذه الجثامين.
وكان النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة أصدر قراراً خلال الشهر الجاري بدفن الجثامين المتكدسة بالمشارح فوراً، ووجه هيئة الطب العدلي بالشروع الفوري في التشريح ووفقاً للضوابط والبروتوكولات العالمية ذات الصلة. بدورها مشاهدين، رفضت كيانات حقوقية وأهلية قرار النائب العام بدفن الجثث، وشككت حملة دفن بدون عدالة ضياع للمشاهدين. اختيارات قدام مفتوحة، ممكن احنا نصل للمحكمة الدولية من الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، ممكن نصل للمبرر الخاص للاحتفاء القصري. وفي أغسطس من العام الماضي ضبطت لجنة تحقق في اختفاء الأشخاص قسرياً شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية وبيع جثامين داخل عدد من مشارح العاصمة الخرطوم. وقال محققون لصحيفة سودان تريبيون إن اللجنة ضبطت شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية في بعض المشارح وبيع الجثامين. وفي فبراير من العام الماضي كشفت النيابة العامة عن اكتمال إجراءات تشريح 190 جثة مجهولة الهوية بمشرحة مستشفى ود مدني. وقال بيان للنيابة العامة حينها إنه تم تصنيف 36 جثمانا حولها شبهة جنائية مقيدة بشأنها دعاوى جنائية في أقسام الولايات المختلفة، وأمرت بعدم دفنها إلى حين اكتمال التحقيق. مشاهدينا، لجنة المفقودين وجهت اتهامات بشأن قصور واضح في عمليات حفظ الجثث ومن ثم عمليات الطبابة الشرعية. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم لجنة المفقودين نصر الدين يوسف. أهلا بك سيد نصر الدين. أهلا ومرحبا. مرحبا عليكم السلام. أهلا بك سيد نصر الدين. يعني منذ أيام وجهت اللجنة اتهامات بالتزوير في التقارير المقدمة إليكم بإعداد الجثامين المدفونة، ما الذي حدث يا نصر الدين؟ نحن في الحقيقة لم نوجه اتهامات باطلة. نحن وجهنا في بياناتنا التي صدرت وفي لجنة التحقيق أو التحقيق الفعلي توصلنا إلى يعني بينات من خلال أقوال شهود ومن خلال مستندات ومن خلال زيارات للمشاهد، أكدت لنا أن فعلا هناك يعني تقارير تعطى للجنة، تقارير صحيحة حول عدد الجثث، حول العديد من الإجراءات، التي يقوم بها الطب العدلي من بعد 2019 عندما تولينا التحقيق، كانت في الواقع يعني غير صحيحة أو مجافية للحقيقة. والمسألة دي كما ذكرت لك من خلال تحقيق، يعني احنا لما نقول من خلال تحقيق معناه نتوخى فيه
يعني الحذر في أنه لا نطلق الاتهام ولا نطلق الأمر جزافا، وإنما لابد لنا من التأكد والتيقن. نعم. وهذا ما تم بالفعل. طيب سيد نصر الدين، يعني هناك أزمة ثقة بين الأطراف المعنية وأطب العدل بشأن أزمة الجثث، كيف ترون المخرج؟ والله نحن نرى المخرج بوضوح، ووضحنا ذلك لجهاز تفصيلة الحكومة التنفيذية والنائب العام وزارة العدل والمنظمات الدولية، كل هذه الجهات وضحنا لها أننا يعني لماذا نصر على أن يتم الدفن بواسطة لجنة دولية، وضحنا ذلك. ونحن حقيقة يعني المؤسسة الطب العدلي في السودان غير موثوق فيها، نحن لا نثق فيها، والأمر ده جاي كما ذكرت سابقا أنه من خلال تحقيق ومن خلال بيانات ومن خلال وقائع ظرفية ومن خلال ومن خلال ومن خلال، وبالتالي نحن لجنة تحقيق لا بد لنا أن نتوخى الحذر في أنه يعني يتم دفن هذه الجثامين وفق الضوابط وبمشاركة من أسر المفقودين وأسر الضحايا. نعم. وبمشاركة اللجنة ومشاركة فعلية وليست مراقبين. نعم. وبوجود فريق أجنبي نثق فيه يكون مؤهل علميا وله الكفاءة وله الحيادية وله يعني المقدرة والقدرة على أن يتم الدفن. سيد نصر الدين، إذا نحن الآن أمام أزمة حقيقية. نعم سيد نصر الدين، إحنا الآن أمام أزمة حقيقية، يعني حدثنا على الوضع الآن بشأن هذه الأزمة وآخر التفاصيل وآخر المستجدات. نعم. كان من المفترض أن يتم الدفن قسريا كده بيوم 25، ولكن يعني حيث يعني تحركت مجموعات ضخمة من منظمات المجتمع المدني ومن مبادرة مفقود ومن أسر المفقودين ومن لجان المقاومة، و يعني للضغط على عدم تنفيذ بدء التشريع والدفن بدون اتباع ما كان ينادي به الجميع. نحن نعتقد أنه الآن هناك ضرورة إلى أن يتم الدفن حقيقة، ونحن مع دفن الجثث وليست بقائها هكذا، ولكن أيضا مع لابد أن يتم الدفن بأسس وضوابط، وبالتالي نحن سنجتمع مع النائب العام. نعم. يعني قريبا ربما الأحد سنجتمع. نعم. مع الصليب الأحمر ونجتمع مع كل الجهات ذات الصلة حتى يتم الدفن عاجلا ووفق الضوابط المطلوبة. نعم. وبما يضمن معرفة مجهولي الهوية وهوية وأماكن دفنهم والحامض النووي منهم. نعم. وصور لهم وكل المتطلبات، ونحن نبحث أيضا عن سبب الوفاة وآلية الوفاة. نعم. وتاريخ الوفاء كل. نعم. هذه الإجراءات والبروتوكولات المعمول بها. شكرا. ما نسعى إليها. نعم. عفوا لضيق الوقت سيد نصر الدين، وإنما. نعم. سنسعى. شكرا. إلى الإسراع بعملية. نعم شكرا جزيلا للمتحدث باسم لجنة المفقودين نصر الدين يوسف، كنت ضيفا، شكرا جزيلا. على نحو مفاجئ ودون سابق اختار للعملاء، توقفت صباح أول أمس الثلاثاء المخدمات الإلكترونية التابعة لبنك الخرطوم. التوقف تعطلت على إثره الخدمات الإلكترونية عبر الصرافات الآلية والفروع وتطبيق بنكك. وصوب رواد منصات التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة لإدارة البنك بوقت زعمت فيه منشورات أن التوقف كان بسبب عجز في موقف السيولة، غير أن البنك سارع بتوضيح أن المشكلة التقنية تسببت في العطل، ومن ثم عادت الخدمة منتصف الليل. الكاتبة الصحفية داليا الياس كتبت على حسابها على فيسبوك: السادة بنك الخرطوم على الأقل طلعوا لنا بيان توضيح يطمنون على شق عمرنا عندكم، وتقصد هنا الكاتبة ما أودعته من أموال في حسابها بالبنك. وتساءلت داليا عن أسباب توقف الخدمة وقالت: ضغط العام، ولا قررت تلغوا الخدمة، ولا عندكم زيادة مرتقبة في الرسوم، ولا جاكم حرامي وسرق السيرفرات، ولا القصة شنو.
توقفت الخدمات الإلكترونية لبنك الخرطوم أو توقف الخدمات الإلكترونية لبنك الخرطوم تضرر منها عدد كبير جدا من المواطنين لا سيما عملاء البنك. حساب مشاهدينا باسم الإسكندر السماني عبد الرحمن مطر طالب البنك بتعويض مادي قدره 7000 جنيه لكل يوم توقف وتعويض معنوي له وزوجته إلى جزر الكاسنجر بالولايات الشمالية على أن يدفع البنك تكاليف الرحلة. وبعثت الناشطة عهد خالد بشكوى ورسالة لإدارة البنك عبر مقطع فيديو من على منصة تيك توك. نتابع. لعناية السيد مدير بنك الخرطوم والسادة مدراء جموع الفروع وحتى الموظفين، يعني هو من احترام العملاء إنه لما تحصل حاجة زي دي ما يحصل حتى ولو توضيح أو اعتذار في حساباتكم الرسمية، حتى لو ما عارفين السبب تطلعوا وتقولوا إنه في عطل وحنوافقكم بالمستجدات، ولا قسم الكاستمر كير عندكم ما عارف الحاجة دي، ولا نحن ما من السيجمنت تارجت بتاعاتكم، ولا في شنو؟ مصدر هندسي مختص عزى في حديث لباكلايت تعطل مخدمات البنك إلى تزايد الإقبال على تطبيق بنكك بشكل يومي، الأمر الذي يزيد الضغط عليها ويجعلها بحاجة تطوير بشكل مستمر. لمعرفة الآثار المحتملة توقف الخدمات الإلكترونية انضم إلينا الخبير المصرفي دكتور لؤي عبد المنعم. أهلا بك دكتور لؤي. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أختي إلهام. مرحبا بك. البنوك العاملة في السودان حوالي 36 بنك، وجميع هذه البنوك لديها تطبيقات إلكترونية للخدمات المصرفية، تقدم فيها خدمات سداد الفواتير سواء كان الكهرباء والماء أو شراء الوقود أو التحاويل الداخلية والخارجية. لذلك لم يتضرر جمهور العملاء من توقف خدمة بنكك أو تذبذبها، برغم ان بنك الخرطوم يستاثر بنسبة كبيرة جدا من الحسابات والعدد المساهمين او المشاركين في تطبيق بنكك مقارنة ببقية التطبيقات الموجودة. لكن زي ما ذكرت عدد البنوك كبير، 36 بنك وجميعها لديها تطبيقات، وهناك اقبال على هذه التطبيقات من جانب عملائها. ايضا هناك 60 تطبيق موجود في الشبكة العنكبوتية يقدم خدمات مالية ومصرفية في السودان، وبالتالي لن تتأثر هذه الخدمات المصرفية الإلكترونية بتوقف تطبيق بنكك، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه الدفع الإلكتروني ليس فقط عبر التطبيقات وإنما أيضا عبر الصرافات الآلية وعبر نقاط البيع بواسطة البطاقة. نعم. الذكية. نعم. وهي الأكثر استخداما باعتبار أنه التطبيقات تحتاج إلى إدخال رقم سري وبيانات، وقد يخطأ فيها المستخدم. نعم. وقد تكون الشبكة فيها عطل أو الإنترنت ضعيف، لكن الإقبال على نقاط البيع هو الأكثر استخداما. نعم. أيضا هناك معايير لقياس الأداء المصرفي، ليس بينها حجم الإقبال على التطبيقات المصرفية الإلكترونية. المعيار الأساسي هو العائد على الاستثمار. إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه بنك الخرطوم تراجع في 2021 إلى المرتبة 28 من 36 بتحقيق نسبة 27.3% من نسبة الربح على رأس المال. أيضا بنك فيصل برغم أنه تطبيقه أيضا رائج، تطبيق فوري، لكن نسبة العائد عن الاستثمار جعلته في المرتبة 29 بنسبة 25.3. بنك أم درمان الوطني أيضا هناك إقبال كبير على تطبيقه، وبرغم ذلك هو في المرتبة التاسعة برغم ضخامة رأس ماله بواقع 148.5%. البنوك الخمسة. نعم. الأوائل في العائد على الاستثمار لا يوجد عليها إقبال كبير على تطبيقاتها، وهي بنك النيل الأزرق المشرق وقطر الوطني والسوداني الفرنسي والبركة السوداني والجزيرة الأردني. لذلك يعني إذا أخذنا يعني التطبيق ليس معيار، المعيار هو الإدارة، إدارة الاستثمار، وهي تتأثر بالدرجة الأولى بالمرونة والتدريب والخبرة والسياسات والرقابة. لذلك البنوك تقاس بما تحققه من عائد وأرباح في نهاية السنة، أيضا من خلال سهولة الوصول للعملاء ومن خلال المنتجات التي تطرحها، وليس فقط من خلال الإقبال على
على تطبيق المصرفي. نعم، شكرا جزيلا الخبير المصرفي دكتور لؤي عبد المنعم. طبعا كانت لدينا هنالك أسئلة كثيرة نود طرحها عليك، لكن ربما سنطرحها عليك في حلقات قادمة لضيق وقتنا. شكرا جزيلا لك. منذ حوالي 40 عاما استجار السوداني بشجرة المسكيت لوقف الزحف الصحراوي، غير أنه لم يجد بدا من الدعوة إلى مساعدته لاحقا في القضاء على الشجرة التي غطت نحو 4.2 مليون فدان في مختلف أنحاء السودان و 60% من مساحة مشروع الجاش شرقي السودان. شجرة المسكيت تعتبر من أخطر الأشجار المؤثرة على المراعي والشجيرات المحلية والحيوانية. تتميز شجرة المسكيت بلونها الأخضر الداكن وبذورها وأشواكها الضارة، ويتراوح ارتفاعها ما بين 3 إلى 15 مترا، ويمكن أن تمتد جذورها لعمق يصل إلى 80 مترا وامتداد أفقي يصل إلى 30 مترا. من أضرار شجرة المسكيت تداخلها مع النباتات والحشائش الموسمية ذات الجذور السطحية عن طريق منافستها على الماء والعناصر الغذائية وتأثيرها السلبي على المراعي، بالإضافة إلى أن أوراقها تحتوي على مواد سامة، كما أن تغذية الحيوانات على قرون المسكيت بشكل كلي من غير خلطها مع علاف أخرى يؤدي إلى إصابتها بالهزال ونفوقها في أغلب الأحيان، وقد تسبب حبوب اللقاح حساسية لبعض الأشخاص. ورغم الأضرار البالغة والشكاوي العديد من انتشار شجرة المسكيت وملايين الدولارات المنفقة للقضاء على الشجرة من قبل الدولة، إلا أن مختصاً كشف عن وجود استفادة واسعة من ذات الشجرة. نشاهد. تبقى كيف؟ تبقى في فحم المضغوط وفي حاجة كانت تتعمل اسمها الكربون النشط. الكربون النشط ده هو عبارة عن فحم بتنشط بطريقة كيميائية يستخدم فيها في مجالات كثيرة. وفي منحى آخر تبرز الاستفادة من شجرة المسكيت في تصنيع الفحم المضغوط، وهي من الصناعات الصغيرة الصديقة للبيئة ذات الجدوى التي لجأ إليها كثير من الشباب. في الفحم الأسطواني والفحم السداسي، ده بيستخدم في الحياة اليومية عادية زيه زي الفحم العادي. ميزته إنه بيقعد فترة طويلة من 4 إلى 6 ساعات، درجة حرارته عالية، سعره رخيص مقارنة بالفحم العادي. عندنا الفحم بتاع المكعبات الاستخداماته مثلا للبخور، عندنا الفحم الطارد للبعوض. وفي ظل ارتفاع أسعار الفحم العادي وغزطه وتراكم الكثير من مخلفات الأشجار، تبقى صناعة الفحم المضغوط واحدة من المشروعات التي تتنامى بشكل مضطرد. الفحم المضغوط هو مصدر الطاقة زي وزي الغاز وغيره، بيدخل في حياتنا اليومية في الصناعة في حاجات كثيرة. ميزات الفحم المضغوط إنه سعره رخيص، وبهذا الفيديو مشاهدينا تكون قد انتهت حلقتنا لليوم. الأسبوع القادم حلقة جديدة، كونوا في الموعد، في أمان الله.